نحكي عن الفن التشكيلي والريشة الجمالية والإبداع أيضا. أكيد يا عفاف، الفن التشكيلي مهم جدا، وأكيد الفنان التشكيلي كل فنان له أسلوبه الخاص، له بصمته الخاصة بالفن التشكيلي، قادر يوصل العديد من الرسائل بالمجتمع اليوم من خلال الريشة واللون والرؤية الإبداعية لمقاربة فنية. قدر الفنان بشير بشير أنه يحقق فضاء خاص فيه ويكون ماهر بإمضائه عبر لوحات عم تحاكي مختلف المواضيع الحياتية. نتعرف أكثر على ضيفنا، خلونا نرحب بالفنان التشكيلي بشير بشير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. صباحكم. صباح الخير. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم ختامها مسك جامعين هيك الفن والإبداع والتنوع والتميز أيضا مع حضرتك. خلينا نحكي مع حضرتك أنه أنت جمعت بين المكان والطبيعة وكتير كان في تنوع بأعمالك، خلينا نحكي عن هاي الأعمال، كيف هيك قدرت تمزج بين، في كمان كان شوية تناقضات، خلينا نحكي عنها. أول شيء يسعد صباحكم، وإن الفخر أنه دائما المحطات الإعلامية السورية يعني عم تواكبنا دائما كفنانين، وهذا الشيء فخر لنا. هلا أنا بالنسبة إلي دائما الفنان يعني بدايته هو بداية، بتكون بداية فطرية، بداية طبيعية. ببلش بينطلق من هاي البداية بالمناظر الطبيعية، بالأحياء، بالتراث، يعني بأي شيء بيشوفه ممكن يحاول يوصفه على الواقع باللون، بالفكرة، بالموضوع. بلشت انطلقت كحالة، من حالة كانت هي فرح ويعني وهواية، لحتى كملت استقلتها بالدراسة وبلشت انطلقت فيها، اشتغلت الطبيعة، اشتغلت أي شيء ممكن يعني العين تشوفه بشكل صح. بعدين جاءت طورت هذا الأسلوب اللي اشتغلته، فتح الحرف، الحرف الغير المقروء، الحرف العربي، معني بشتغل خط، بس حاولت أوظف الخط ضمن التكوين، البناء الإسلامي، الهندسي، المعماري، الكتلة، الفراغ، بحيث أنه يطلع معي أشكال هي متناقضة، هي متشابهة، منسجمة ضمن العمل الفني بالرؤية البصرية وباللون. تمام، عم نتابع عبر الشاشة العديد من أعمالك الفنية. اليوم أستاذ بشير عنا العديد من الفنانين التشكيليين على الساحة الفنية، شو اللي بيميز اليوم فنك التشكيلي؟ عندك خبرة طويلة بهذا المجال، شو المدارس اللي اتبعتها حضرتك؟ هلا اللي بيميز الفن التشكيلي الأسلوب. يعني كل فنان مفروض يكون له نمط خاص، يعني الفنان هو عبارة عن قارئ، ذاكرة ممتلئة، ممكن يتابع كل المدارس، بس بالنهاية بده ياخذ نمط خاص هو يعني يستمر فيه. يعني في أي مدرسة كل فنان ممكن يمشي فيها الواقعية التعبيرية، يعني أي مدرسة بيحبها بيشتغل عليها، بس هدول المدارس بدمه ضمن الذاكرة، بيرجع بده هو يطالع أسلوب خاص متفرد مشان يتميز أنه هذا الفنان أسلوبه غير الفنان أسلوب الآخر. أيضا اليوم كانت في حصة للقضية الفلسطينية للفن وإبداعك، أيضا كان في عمل خاص بمدينة القدس، خلينا نحكي عن هذا العمل وشو كانت خصوصيته بالنسبة لك؟ هلا بالنسبة لي أنا جبت عمل من أعمالي وطلعت فيه هيك وزعلت عليه لأنه ناويله الشر، يعني جبت مقص وقطعت العمل كله، قصقصته عبارة عن مربعات 10 ب 10 سنتي، ورجعت حطيت لوحة وبنيته من أول جديد. يعني كل جزء من هالعمل اللي هو متناثر رجعت ولفتهم بلوحة جديدة، يعني هي عبارة عن مهما صار دمار وخراب نحن قادرين هالتناسرات اللي عم تطلع ممكن نحن نرجع نضبها ونرجع نبنيها من أول جديد. يعني هي الفكرة أنه دائما الحياة مستمرة والإيقاعات موجودة ونحن قادرين نبني من أول جديد ونصلح مهما كان فيها الصعوبات. يعني كان العمل عبارة عن جرعة تفاؤل وأنه اللي أكيد جاي كله خير أكيد وكل شيء رح يصير حلو تمام. أكيد أكيد، دائما البناء مستمر والحالة الإبداعية أو أي حالة بالإنسان قادر هو مهما كان في حالة إحباط، في حالة انعكاس، ممكن قادر أنه يرجع يتوازن وينطلق من جديد. أهم شيء الاستمرارية. أكيد. طيب خلينا نحكي، متعرف على حضرتك أكثر، كيف عم تقضي يومك بالمرسم؟ حضرتك بتعطي دورات تدريبية بالفن التشكيلي، خبرنا أكثر.
هلا انا دائما يعني معظم وقتي متفرغ للفن، يعني انا مجالي متفرغ، يعني تقريبا نص وقتي بالمرسم، في دورات لطلاب طلاب جامعه يعني الراغبين بانه يسقلوا موهبتهم، اكيد هذا الشيء انا مستمر فيه، للاطفال بس بشكل متوازن، يعني ما في مو بشكل عشوائي. اليوم استاذ بشير اكيد في امور كثير بالحياه او بالواقع يلي منعيشه او حتى ضمن الاحداث يلي بنمرق فيها او المناظر يلي حتى بنشوفها ممكن تحرك فينا الحس الابداعي، ولكن اليوم عند بشير شو الشيء او الاكثر شيء خلينا نقول يكون كثير خاص لحتى يحرك الحس الفني عندك؟ هلا هي الحاله البصريه بشكل عام، يعني انا بمشي بالشارع اي شيء بشوفه دغري، يعني عندي الذاكره مثل السكانر دغري بلقط بلقط بجمع بتركز بركز وبوظفهم عندي، بس ارجع طالع هالتراكمات هي وبرجع بشوف كيف بدي اوظفها، يعني ممكن شوف تناقضات ضمن الشارع، يعني مكان ضخم قدامه حاويه قمامه، يعني هي التناقضات بتعطيك فكره صحيح انه في سلبي وايجابي، هالتناقض بين السلبي والايجابي يوم بصير في عمليه المزج عم بصير حاله ثالثه، عم بصير حاله رؤيه بصريه جديده، هي الرؤيه البصريه بدها تنطرح للمتلقي بشكل صح، انا بحاول اوظفها بس بطرحها باسلوبي بطريقتي الخاصه. طب خلينا نحكي عن لوحات حضرتك، عن الالوان المستخدمه، عم شوف في دمج اشكال، نحكي عن الرمزيه بالصور. هلا اعمالي هي دائما من الذاكره ومن التراث، يعني ما في فنان عالمي او اي فنان مرجوعه للتراث تبعه، مرجوعه لبلده، من تراثه، من الايقونات، من الارابيسك، هي دائما الايحاءات الشخصيه، يعني تلاقي ضمن عملي يعني في كثير انماط موجهه، بتلاقي الشجره، الطبيعه، حركه الانسان، اي فكره بتلاقي انا بطرحها، يعني عندي العمل هو عباره عن مخزون، يعني انا فيني هذا العمل الضخم جزءه لمراحل كثير. بس في اشخاص يمكن اذا كانت الصوره شوي غريبه ما كثير مفهومه بيحطوا عنوان، انت مع هذا الشيء كرمال تنفهم الصوره اكثر؟ هلا العنوان هو دائما بيجي أو ممكن يقلل من قيمه اللوحه؟ لا لا لا، العنوان هو يعني حسب فكره العمل، ممكن تكوين، ممكن قراءة لعمل، ممكن عموما يعني حسب فكرة العمل بيجي العنوان على العمل. اليوم خلينا نحكي عن كثير من الموهوبين، خلينا نقول او عندهم هواية بالرسم وبيطلع معهم ابداع، بس ممكن انه ما كثير عم يتسلط الضوء على ابداعهم او ما حدا عم يدير باله عليهم او حتى هنن ذات نفسهم يمكن منهم مقدرين هي الموهبة اللي بين ايديهم، اليوم كيف ممكن ننمي هي الموهبة أكثر، نطورها أكثر من خلال الأفكار أو الألوان أو حتى طريقة الرسم؟ هلا أول شيء في عندنا نحن عاملين أساسيات، كلية الفنون واتحاد الفنانين، هدول يعني هدول يعني العبء الأكبر هو بيجي عليهم، المفروض هن يهتموا بالطلاب، يهتموا بالفنانين المنتسبين إذا كان كلية ولا اتحاد، الدعم المباشر للموهوب، الفنان صار فنان خلاص، يعني نحن نحاول يعني نبعد عنه شوي، ممكن هو يكون دارس بس شيء الفنان خارج اختصاص الفن. ايه ايه في كثير فنانين دارسين حقوق، دارسين هندسة، دارسين طب، ما لهم علاقة، في زملاء كثير انه يعني مو مجالهم الفني، بس الموهبة عندهم مسيطرة على الحالات العلمية، يعني الحالة الإبداعية مسيطرة على الحال، هذا الشيء عم يعطيه قوة أكثر، عم يعطيه توظيف بصري بشكل صح. بس نحن بنرجع كفنانين صار عندنا خبرة، مفروض نحن ندعم هاي الجيل الشباب. لو فنان جديد خريج كلية نقول إنه لا يعني بده شغل، يعني لازم طيب. في صقل للموهبة. يعني هلا الكلية بتعلم، الاتحاد بيدعم، نحن كمجتمع فني بشكل عام مفروض نكون ايد واحده، يعني ما عاد بيصفي فرق بين الطالب والاستاذ والفنان الكبير والهاوي، مفروض يكون نحن اسره واحده، هذا الدعم اذا ما كان مشترك ما بيكون في الجيل الجديد في هي يعني الانطلاقه الصح. طيب خلينا نحكي عن الفن التشكيلي بين الماضي والحاضر، شو تغير؟ شو الاضافات الجديده؟ هلا هو الفن التشكيلي دائما ذاكره عم تتوظف ضمن الحدث اليومي اللي عم بيصير، بس هي الذاكره اذا بنرجع للعصر الحجري كانت تنقش على الجدران،
يعني كانت الرسوم هي الفن هو موجود بالأساس، بس هي التراكمات وهال العامل الزمني والاستمرارية بالحياة، دائما كل يوم في نقلة جديدة، بس كله مربوط ببعض. يعني ما بحسن أقول أنا فن قديم وفن حديث، بس الفن القديم أنا بيعطيني دراسة، بيعطيني عمق، بيعطيني مثلا إذا بروح أنا على لوحات فنية للعالمية انطباعية، ماني، موني مثلا، ليوناردو كذا، بشوف بتعلم كيف الضوء، كيف تسليط الألوان، كيف الكتلة، الفراغ. يعني هي الشغلات هي اللي عم بتوصلني. يعني أي طالب جديد عم يدرس حاليا إذا ما رجع للماضي لا يمكن أوصل لشيء. صحيح منهم. صحيح، لأنه لحد هلأ نحن عم نشوف في رسم على جدران بطريقة جمالية لحتى يزينوا الحيطان. مثلا مدينة حلب كان أمس بمبادرة شهيق زفير أطفال من ذوي الهمم، هنن اللي عم يرسموا بإيديهم وعندهم إبداع وحس فني عالي لدرجة أنه يعني نعطوا الثقة أنهم يرسموا على جدران مدينة حلب. لهيك يمكن ما في، بنضل مواكبين نحن الماضي والحاضر بهي كله القصة. مربوط، إيه ما في، في ترابط يعني من بداية الكون لليوم لبكرة. يعني هي ما نحسن نفصل أو نجزئ الماضي عن الحاضر عن المستقبل. تمام. ويمكن أي شخص اليوم، أي فنان أو أي شخص موهوب عنده مشروع معين بيعاني من صعوبات خلال مسيرته العملية، شو الصعوبات أو التحديات اللي عم تواجهك اليوم من ضمن عملك؟ لا، هي الصعوبات أغلبها مادية. يعني الظروف، الأوضاع، يعني هذا اللي احنا ما بدنا نهرب من الواقع. واقعنا يعني الفنان بده يقدم بس ما عنده الإمكانيات. يعني هلا أنا طلعت لبرا وطالع بالخليج وعامل معارض بدبي وكذا، يعني في فرق شيء. إذا بدنا نحكي بالواقع، برا بيقدموا لك المكان والصالات والإمكانيات كلها، بس ما عندهم الخامات الإبداعية. عندنا بسوريا الخامات الإبداعية موجودة بس ما في الإمكانيات. تمام. يعني هاي الإمكانيات اللي موجودة برا بتنوجد عند الفنانين السوريين. أنا بعتبر الفنانين السوريين بوصلوا للعالمية بسهولة. برأيك أستاذ بشير اليوم الفنان لازم يفكر بأنانية إنه يختار الألوان يلي بتريحه لإله، يلي بتواكب شخصيته لإله أو بتحكي عنه، ممكن ما تريح نفسية المشاهد أو اللي بده يشوف الصورة. كيف لازم يفكر بأنانية إنه خلص هاي الألوان أنا برتاح فيها، ولا لازم يفكر كمان بيه اللي بده يشوف الصورة؟ هلا هي الألوان هي كلها عبارة عن 3-4 ألوان. يعني إذا بتفوتي ألوان القوس قزح، ألوان الطيف، هي مجموعة واحدة بس عم يطلع منها كم هائل من الألوان. طريقة الدمج وال يعني بيحاول يرضي الطرفين. إيه؟ حاله بس بالنهاية أنا برسم لوحة مثلا حمراء. في اشخاص ما بيحبوا اللون الاحمر. انا بتوتر من اللون الاحمر. في اشخاص بيطير عقلهم. يعني انا يعني في اعمال بتنباع معي انا بكون مو راضيان عنها لاني انا مختار لون على ذوق غيري. او اذا كان بالابيض والاسود كمان. بالعكس، هي اللون الابيض والاسود من اقوى الالوان. يعني انا بشوف هي الالوان الابيض والاسود هي الالوان الجرافيكيه، يعني يلي ما الفنان اذا مو متمكن منها ما بيحسن يوظف اللون بشكل صح. كمان ما بتزعج حدا. مريحة. نادراً. إيه مريحة. إيه دائماً الألوان الرمادية هي يعني غامضة بالنهاية، يعني ما فيها هذا الوضوح مثل الحياة يعني. نحن أبداً ما منحب الغموض ولا شوي. طيب خلينا نحكي، شاركت بمعارض اليوم لاستعراض لوحاتك الفنية، كيف كانت ردود الأفعال؟ هلا أنا عامل حدود 30 معرض ومعارضي يعني معظمها كانت في سوريا، بلبنان، تركيا، بالإمارات. الحمد لله كانت ردود الأفعال جيدة، ومعظم أعمالي الحمد لله يعني مقتنع من 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 ناس بتفهم يعني تتذوق الفن بشكل صح. ويعني شو بدي أحكي، إنه الفن هو حياة. يعني الفنان إذا ما رسم ما بعتبر إنه حياته مستمرة. أكيد. يعني كان برجع بقول لك كان ختامها مسك بين هي الفقرة الجمالية، وأكيد بدنا نتشكر حضرتك أستاذ بشير بشير، وإن شاء الله هيك يا رب المزيد من التألق والإبداع وكل شيء حلو. أكيد. شكرا لكم. وأنا دائما برجع بتشكر الإعلام السوري يلي عم يسلط الضوء على، ما عم بحكي عني، على الجيل الجديد، لأنه هذا الجيل الجديد كتير مهم أنه ندعمه لحنا. أكيد. شكراً لك، وأكيد بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.